بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يطيب لي ويسعدني أن أتقدم بخالص عبارات التهاني والتبريكات إلى كافة أهلنا في عموم محافظة نينوى وعراقنا العظيم وجميع الضباط والمنتسبين والموظفين العاملين في وزارة الداخلية وفي مقدمتهم السيد معالي وزير الداخلية المحترم، سائلين الله تعالى أن يعيده علينا وعلى بلدنا بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير.